والزغاريت يا عيدة. العرض البيروتي لفيلم فتاة المصنع بدأ في سينما متروبوليس صوفيل. ستشاهدون فيلم المخرج الكبير محمد خان الجديد. الفيلم عن هذه الفتاة اللي بتعمل بهذا المصنع من طبقة فقيرة جدا وبتحب واحد من طبقة أعلى سنة يعني مش ولكن في طبقية بتصدم زائد الشك اللي المجتمع بيحوم حولها. كنت فاكرة أو حتى عدى على دماغك إن أنا ممكن أتجوزك في يوم من الأيام؟ يبقى خيالك وداك لبعيد أوي يا شطرة. أبطال الفيلم هم ياسمين رئيس وهاني عادل، لكن لعل النجمة الخفية للعمل تبقى سعاد حسني التي نستمع إلى أغانيها في الفيلم. عارفة يا خالتي لما بشوفه بتلج وأعرق وأنمل وأدي على في سري من غزي منه. يا وادي يا دقيقة. أحب أذكر كمان إن الفيلم ده إهداء لسعاد حسني. وسعاد حسني في وجدان كل بنت مصرية عربية أيا كان يعني. سعاد حسني بتمثل بعض من التمرد، كنت عاوز الناس يفتكروها وفي نفس الوقت اللي مش عارفها يعرفها. لكن قبل قصة الفيلم وقبل تصويره كانت رحلة إنتاج شيقة ومستقلة بعيداً عن احتكار بعض الشركات للسينما في مصر. الحقيقة التجارب اللي كانت بتحصل قبل كده هو منتج أو موزع متعود على طريقة معينة بيشتغل بطريقة معينة اللي هي المضمونة، مضمونة الربح إنه عايز يكسب 300-400% يمكن أكتر بكتير، فيقول لك الجمهور عاوز كده. بس ده مش وظيفتي، لان السينما في الاخر فن، والفن مهمته مش انه بس ينزل للجمهور يشوف هو عاوز ايه ويعمله له، ما بيبقاش فن في الحاله دي. اوكي، الجمهور ال- 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 الف- السينما جزء كبير منها ارتقاء شويه بالمستوى بتاع بذوق الذوق العام. السينما المصريه تستعيد عافيتها وفتاة المصنع خير دليل على ذلك. ببتسم من كتر حبي للعالم، ببتسم من كتر خوف وعيت عليه.